هنروح للصكوك السيادية. النهاردة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد أن الهدف من إصدار هذه الصكوك هو خلق أداة تمويل جديدة لتنويع قاعدة المستثمرين بما يساهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، وأنها ليست أداة لرهن الأصول المملوكة للدولة. عن أهمية الصكوك السيادية احنا معانا على التليفون دكتور محمد الشواتفي، عميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق سابقا والخبير الاقتصادي. دكتور محمد مساء الخير، ويا ريت تشرح لنا وتشرح للسادة المشاهدين ما هي الصكوك السيادية. مساء الخير يا فندم، وتحياتي لسيادتك والسادة المشاهدين جميعا. اهلا بيك. اتفضل. حضرتك واضح كده من المفهوم العام صكوك سيادية، يعني معنى ذلك انها عبارة عن اوراق مالية، صك مالي مسحوب على أحد المشروعات السيادية القومية، المشروعات القومية. هذا الصك السيادي اللي هو زي أسهم قريب من السهم، يعني متاح له بالذات قيمة اسمية 1000 جنيه 4000 جنيه 5000 جنيه، رأس مال المشروع هيبقى بكام؟ يتقسم على عدد الأسهم، وبالتالي في هذه الحالة صاحب هذا الصك من حقه يتداول عليه، يعني يبيعه ويشتريه، وصاحب هذا الصك من حقه ياخد ارباح من هذا المشروع زيه زي اي حد تاني. طب هو حضرتك دلوقتي ممكن يقول هو الصك هو سند، نقول له لا، الصك حق انتفاع، يعني حق ملكيه، بس ده مشروعات سياديه ما فيهاش حق ملكيه، هيبقى فيها حق انتفاع، يعني انت حامل الصك ده هياخد حق انتفاع على هذا المشروع اللي قامت به الدوله 15 سنه 20 سنه 25 سنه 30 سنه حسب رؤيه الدوله للمشروع. اثنين، الصك ده سند، نقول له لا، السند ده عباره عن قرض الدوله بتقترضه او اذون الخزانه بتقترضه بتسدده بعد فتره معينه بمقابل فايده. يعني معنى ذلك ايه؟ ان الصكوك السياديه ليست فوائد لكنها ارباح، يعني مش محدده، ممكن يكسب 50%، ممكن يكسب 40%، ممكن يكسب 20% حسب الارباح بتيجي توزع على الصكوك دي. ليه بقى هتبقى الارباح اعلى من الفايده؟ لان هناك نسبه مخاطر عاليه، ودام هناك نسبه مخاطر عاليه هيبقى هناك المستثمر هنا يكون موجود. طب ليه احنا عملنا ده؟ ليه الدوله عملت ده؟ الدوله عملت قطاع الاقتصاد بتاعها هو اقتصاد متنوع دلوقتي، اقتصاد منفتح معتمد على احد روافده هو القطاع الخاص والاستثماري، سواء استثمار اجنبي او استثمار محلي، وبالتالي في هذه الحاله تفتح الدوله نسبه المشاركه للمواطن، المواطن العادي سواء شخصيه طبيعيه او شخصيه اعتباريه شركات او هيئات، وفي هذه الحاله بتطرح بتيجي تقول المشروع ده هيكلفني مليار جنيه، المليار ده بيتقسم على كام سهم؟ على مليون سهم، يعني السهم ب 1000 جنيه، اللي عايز يشتري سهم 2 3 4 5، مده المشروع ده حق الامتياز بتاعه 40 سنه 30 سنه، مقابل ذلك المواطن في هذه الحاله بيجي اخر السنه بياخد ارباحه زيه زي المستثمر العادي. يبقى اذا في هذه الحاله عملنا حاجتين، اولا دمجنا القطاع الخاص والاستثماري في مشروعات الدوله، اثنين الدوله النهارده تقدر تعمل مشروعات قوميه كبيره توفر اموال، وبالتالي في هذه الحاله قللنا معدلات الدين على الدوله، يعني هنا ايه؟ قدرنا وفرنا اموال باعتبار صكوك الملكيه او صكوك السياديه، اموال جبناها من الناس، كل واحد بيحمل ورقه كتابيه صك كتابي معاه بيقول له السهم ده قد ايه؟ من حقه يبيعه، وبالتالي في هذه الحاله لازم جهه تحدد هذا الموضوع. كويس. الدوله قالت ازاي الصكوك دي ستسهم يعني في تعزيز اوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشه المواطن، هينعكس ازاي عليه؟ شوفي حضرتك، احنا طبعا كنا بنعاني في ال 60 سنه اللي فاتت فتره الاشتراكيه وغيره وغيره ان الدوله مش قادره تعمل مشروعات، لان الدوله مهما كان حتى امريكا حتى المانيا الدول الكبيره الحكومات ما قدرتش تصرف، امال مين بيشيل التنميه؟ هو الهيئات الاقتصاديه والهيئات العامه والهيئات الخاصه والاستثماريه، وبالتالي في هذه الحاله هذه الفكره، اولا هذه الفكره تساهم في الدوله انها تفتح مشروعات قوميه كبيره، تبني طرق، تبني جامعات، تبني مستشفيات، اللي هي الحاجات اللي تقوم بها الدوله. في هذه الحاله تقوم الدوله منزله المشروع بقيمه اسميه كذا، وبالتالي تفتح بقى الابواب للناس علشان تبدا تكون مشروعات. يبقى في هذه الحاله وفرت الدوله الخدمه، وفرت التمويل، وبالتالي المواطن العادي سواء مستثمر اجنبي او مستثمر محلي ساهم في هذا المشروع. المواطن بقى لما يروح يشتري عايز يتعلم هيلاقي جامعه يتعلم فيها، لو عايز طريق هيمشي عليه، لو عايز يبني مثلا شركه كبيره صناعيه هيعمل عليها. يعني هنا ايه؟ الدوله ادخلت النهارده المواطن العام، المواطن العادي سواء طبيعي او اعتباري
في مساهمه مشروعات الدوله، وبالتالي اصبحت الدوله النهارده اقتصاد متنوع، ما عادش عندها مشكله التمويل. التمويل النهارده عندنا اكثر من وسيله، سندات موجوده، وزير خزان موجوده، حتى صكوك الملكيه او صكوك سياديه اصبحت موجوده، فمشروعات الدوله تبني مشروعات والمواطن يستفيد بيها، يحسن بقى مستوى اداء الخدمه، يحسن مستوى التعليم، يحسن مستوى الصحه، يحسن مستوى التنميه، كل ده بالنهايه خالص ايه؟ بينتج في النهايه ناتج قومي ودخل قومي بيعود على المواطن في حالات الخدمه، وبالتالي مصر في هذه الحاله اقتصادها ينمو وتقدم. ممتاز. وفقا لما اعلنته وزاره الماليه والمركز الاعلامي لمجلس الوزراء، هيتم انشاء شركه مملوكه للدوله لاداره وتنفيذ عمليه تسقيق هذه الصكوك السياديه الحكوميه. كلمنا اكتر عن ده وعن اهميته. هايل قوي حضرتك. لما جينا عملنا دلوقتي الشركات المساهمه وقلنا يا جماعه في اسهم ممكن للناس تعمل شركات مساهمه، عملنا بورصه الاوراق الماليه عشان تنظم الاسهم، تداول الاسهم بين الافراد بعضها البعض. اذا في هذه الحاله لابد ان يكون هناك جهه سياديه تنظم عمليه التسقيق. يعني ايه؟ انا هعمل مشروعات قوميه، المشروعات القوميه دي بمليارات الجنيهات. في هذه الحاله هيصدر عندها صكوك لكل واحد، منها حركه التداول وحركه البيع وحركه الشراء. يبقى في هذه الحاله الدوله هنا وضعت جهه اساسيه او تنظيميه تنظم حركه التسقيق، بمعنى اصدار السهم ينزل يصدر ازاي؟ المده الزمنيه بتاعته قد ايه؟ القيمه بتاعته قد ايه؟ لو اتباع من واحد لواحد قد ايه؟ نقل الملكيه ايه اجراءاته؟ وبالتالي في هذه الحاله تصدر لائحه تنفيذيه لهذا الموضوع عشان تقدر تنظم الاموال. افرض حضرتك مواطن اشترى سهم النهارده ب 100,000 جنيه وعايز يبيعه بعد 6 شهور، يبقى في هذه الحاله انتقل اسمه من اسم لتاني، لازم يكون هنا جهه بتنظم حركه التداول وبتنظم حركه الاموال، وبالتالي في هذه الحاله كمان لما يكون المشروع جايب ارباح برضه بتقدر تنظمه، فلا بد ان يكون هناك شركه او جهه سياديه تنظم هذا العمل، فاذا كانت الدوله اخذت هذا الموضوع باعتباره احد الانظمه الاساسيه للتمويل، فلا بد ان يكون هناك شركه للتسقيق او شركه لتنظيم عمليه اصدار الاوراق الماليه وتداول الاوراق الماليه وانتهاء الاوراق وكذلك استحقاقات الماليه المستحقه على كل مواطن او لكل سهم او لكل صك من الصكوك الموجوده في داخل الدوله. ده معناه ايه؟ ان انا بحمي هنا حق المواطن المساهم او حق الشركه المساهمه وحق الدوله، وبالتالي لا يضيع حقوق وتنمو الدوله وينمو الاقتصاد. ممتاز، بشكرك شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي دكتور محمد الشاوتفي، شكرا ليك.